لما تعجز بقى وتكبر تقول لي زي الراجل العجوز المتحسر: ليت الشباب يعود يوما لأنبئه بما فعل المشيب. صح صح. اوعى ترجع عمل النهارده لبكره، تقول ان شاء الله بقى لما في المستقبل كده لما اتجوز واستقر هبتدي احفظ القرآن ان شاء الله بقى كده، يعني كمان اما اخد الشهاده هبتدي اجتهد في طاعه ربي ان شاء الله. ان شاء الله بالشكل ده ما انتش عامل حاجه ابدا. كل زمن له شواغله. الان انت في فتره الشباب، لا في زوجه ولا في ولد ولا في كذا ولا في كذا، قيض الله لك من ينفق عليك ويطعمك ويعلمك والى اخره. انتهز الفرصه دي. لما تقول لي ان شاء الله مستقبلا اترجو ان تكون وانت شيخ كما قد كنت ايام الشباب، لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. إخوتي في الله يا شباب، أنتم أمل الأمة بعد الله. أعداء الإسلام يركزون حرابهم وحربهم عليكم، عايزين يدمروكم، عايزين يغتالوا مستقبل الأمة بإنشاء جيل من الشباب تافه همه الموضة، همه يحلق شعره كابوريا، همه يحط على شعره جل، همه يتفرنج في مشيته وفي كلامه وفي ثيابه، ده همه. أعداء الإسلام يعملون على إشاعة العري بين بنات المسلمين، إشاعة الفاحشة والمنكر بين الشباب والشابات، إغراق الشباب في خضم المخدرات، شغل الشباب بالكرة بالأغاني بالأفلام. يريدون جيلا مبتوت الصلة بماضيه العريق ومقطوع الصلة بربه العظيم الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال ونستأنف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. لو سمحت يا شيخ مصعب، على موضوع الشباب، أنا دلوقتي قاعدة في بيت وأهل البيت عايزين يخرجوني من الشقة عشان يجوزوا ابنهم ويقعد فيه، على شرط إن هم يدوني فلوس مبلغ، أنا ما معيش المبلغ إن أنا أجيب شقة كاملة، لو خدت منهم فلوس ده حرام ولا حلال؟ طيب. تاني سؤال معلش. نعم. لو سمحت، اللحمة اللي جاية من بره المتلجة أكلها حرام ولا لأ؟ مع النتب المكتوب عليها مذبوحة بالطريقة الشرعية. تاني حاجة، لو كنا هنا من أهل الكتاب ونسيب المسلمين اللي فيهم نسبة من الشرك، حرام ولا حلال؟ حاضر. السلام عليكم. بارك الله فيك. هجاوبك إن شاء الله. طيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو لو سمحت يعني يا شيخ، أنا والدي توفي منذ فترة يعني، رحمه الله، من 6 أشهر جزاك الله خيرا. فبعد كده طلعت مكافأة نهاية الخدمة بتاعته، لأن هو توفي قبل نهاية الخدمة، فطلعت نهاية الخدمة بتاعته مكتوبة بشيكين بس، شيك لوالدتي اللي هي الأرملة وابنه اللي هو لم يبل اللي هو يعني عمره 19 سنة، وباقي الأولاد احنا لا، اتقسمت نصين بس. فهل ده تقسيم شرعي ولا احنا بعد ما تطلع احنا نقسمها التقسيم الشرعي؟ جزاك الله خيرا. جزاك. حاضر. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. والله إننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. طيب، كان عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. حضرتك بالنسبة للمياه الغازية اللي هي البريل والفيروز. كنا عايزين نسأل عليها. حاضر. يعني. حاضر حاضر. ماشي، سلام عليكم. عليك السلام. نستأنف وبعدين ناخد اتصالات. نعم. أحبتي الشباب، إليكم بعض النماذج العطرة التي تشمخ بها الأمة.
ويفتخر بها المسلمون وكلهم من الشباب، نماذج عطرة من الشباب. أنا عايز أحط قدامك قدوة وأسوة. النموذج الأول بطل الإسلام، فارس الإسلام، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا علي لله ضره من شاب نشأ في طاعة الله ونشأ على عبادة الله منذ نعومة أظافيره، بل ترعرع وتربى في أفضل بيت في مكة بعد البيت الحرام. أفضل بيت في مكة بعد البيت الحرام بيت مين؟ بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل بيت في مكة في هذا الزمن بعد الكعبة بيت النبي، ترعرع فيه علي رضي الله عنه، تربى في بيت النبوة، تربى في بيت الرسالة، وهو أول من أسلم من الصبيان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ والحديث رواه البخاري. سيدنا علي نموذج محترم للشاب، القدوة، الأسوة. انظروا إلى موقفه في ليلة الهجرة، انظروا إلى هذا الفداء الصغير وهو ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، في أصعب ليلة مرت بها دعوة الإسلام. ينام على فراش النبي وهو يعلم أن بالباب رجالا معهم السيوف لا يريدون إلا رأس النائم، 40 سيف منقوعة في السم الزعاف، كمن كم لحظة سترف على بدن علي. والله العظيم لو لم يكن لسيدنا علي إلا هذا الموقف في صحيفته لكفاه في الآخرة. إيه ده؟ واحد ينام مكان النبي وعارف إن البيت محاصر بأربعين من يعني أو جبابرة العرب والسيوف منقوعة في السم الزعاف، وكمان لحظة أو اتنين أو دقيقة أو عشرة هيقتحموا الباب ويقطعوه، ومع ذلك ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج رسول الله ويحث التراب على هذه الرؤوس، والله يذهب يجعل بينهم وبين النبي غشاوة فيخرج، ثم يقتحم البيت بعده ويضرب سيدنا علي، وبعدين يتركوه، وبعدين يهاجر علي رضي الله عنه من مكة إلى المدينة ماشيا. ماشي، انتوا عارفين النبي لما جه حج صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة إلى مكة في كم يوم؟ 10 أيام، وهو راكب. تخيل سيدنا علي بقى خدها من مكة للمدينة ماشي في كم يوم؟ ماشي. ده حد نركب الأوتوبيس المكيف من مكة للمدينة أثناء أداء العمرة أو الحج في 7 ساعات مثلا، والناس تضجر وتتضايق مع أنه قاعد أوتوبيس مكيف وبيشرب العصير والمية الباردة وبيسمع محاضرة في العلم أو شريط قرآن أو هو نايم. سيدنا علي بقول لك خدها من مكة إلى المدينة ماشيا، والطريق الآن أأمن، والطريق الآن يعني معمول.